يا هلا فيكم، حياكم الله. خذوا هالسالفة مني قبل النوم. يقول لك منذ زمن مبطي، أقصد زمن الفقر والجوع، كان هناك الواحد والواحد الله سبحانه ساكن خارج الرياض، ويروح للرياض يشتغل عند الشيوخ، يغيب لشهرين هم من يعود لديرته، ولا صار عند الشيوخ عزايم يذبحون الذبايح يحطون من خير الله يا ما شاء الله، وهو هذا يشتغل صبي عندهم، والأذبح والذبايح ما يحطون الكروش والمصارين للضيوف بل يتخلصون منها، فيقوم خوينا هذا وياخذها معه لديرته وينشفها ويقفرها، يعني يسويها قفر وينشرها في سطح بيته، ولا جو رجال من أهل ديرته يسلمون عليه ويتحمدون له بالسلامة، يحط لهم هالكروش والمصارين ويصير معها رز منشف. إيه لا تستغربون، من أول ينشفون باقي الرز المطبوخ ويطبخونه مرة ثانية ولا يخلونه مثل ما هو. المهم لخلصوا هذول الرجال من العشاء، يمسحون يدينهم من الدسم ويقولون له أنعم الله على أهل الفضل. طبعا هم يقصدون بهل الفضل الشيوخ، أما رفيدنا هذا فما له فضل عليهم. انفقعت مرارته هذا، بس عيال ديرته وميتين جوع ويبي يحسن فيهم. السالفة طولت وصار يقلطهم كل ما جاء من الرياض، وهم ولا عبروه يقولون له أنعم الله على أهل الفضل. عاد في آخر مرة جو يسلمون عليه ويتحمدون له بالسلامة، وقعدوا يحترون عشاه. الرجال ما هو بناوي يعشيهم، ويحترون ويحترون ولا جاهم عشاء، لين قال واحد منهم يا ابو فلان وين العويدة، يقصد وين العادة يعني العشاء. فرد عليهم خوينا وقال لهم روحوا لأهل الفضل يعشونكم، وانتهت سالفتنا، وتصبحون على خير وفي أمان الله.